أيها الموت انتظر حتى أعد حقيبتي، فرشاة أسناني وصابوني وماكنة الحلاقة والكولونيا والثياب. هل المناخ هناك معتدل؟ وهل تتبدل الأحوال في الأبدية البيضاء أم تبقى كما هي في الخريف وفي الشتاء؟ وهل كتاب واحد يكفي لتسليتي مع اللا وقت أم أحتاج مكتبة؟ وما لغة الحديث هناك، دارجة لكل الناس أم عربية فصحى؟ ويا موت انتظر حتى أستعيد صفاء ذهني في الربيع وصحتي، لتكون صيادا شريفا لا يصيد الظبي قرب النبع. فلتكن العلاقة بيننا ودية وصريحة، لك أنت ما لك من حياتي حين أملأها، ولي منك التأمل في الكواكب. لم يمت أحد تماما، تلك أرواح تغير شكلها ومقامها.